احنا كيمكننا نفهمه ان ديك الوليد الا درنا مثلا ان فراب ولا دو فراب ولا تخوا فراب فلوتون تنفهموا انه عنده شويه ديال لا كادونس دو كور. افاده الخبر بالمختصر المفيد. السلام عليكم، نقدم لكم نفسي، اسمي ديالي جواد العاصمي. كنشكر قناه افاده على الاستضافه والجمهور الكريم، وكنتمنى هذا الموضوع اللي غنتحدثوا عليه اليوم ينال اعجاب الجمهور الناشئ. بالنسبه للناس اللي غادي يحتاجوه او للناس اللي يبغي يتطلعوا عليه ويتعرفوا على هذا النوع ديال العلاج اللي حاليا برز يعني في عده دول اوروبيه وفي امريكا في كندا وفي الخليج كذلك، وكنحاولوا ان شاء الله نعطيو واحد التعريف عليه هنا في المغرب. نقدمكم نفسي، انا تعتبر استاذ معالج نفسي بالموسيقى، ميزيكوثيرابيست. لا ميزيكوثيرابي هي واحد النوع ديال العلاج اللي عنده واحد الصدى على اطفال ذوي الاحتياجات الخاصه. كنشتغلوا بها على المستوى الدماغ واشارة الدماغ. بالنسبه للعلاج بالموسيقى كنقدروا نخدموا به مع اطفال التوحد الدرجه الاولى، اطفال اللي عندهم شلل رباعي ما في ذلك الشلل الدماغي او شلل الخلايا الدماغيه، الاطفال اللي عندهم التثلث الصبغي او التريزوميك، واللي عندهم الفرط الحركي، وكذلك اللي عندهم صعوبه التعلم، لا ديسليكسي يعني اون جينيرال. هاد الاطفال كلهم كيمكن لهم يستافدوا من هذا النوع من العلاج اللي هو العلاج بالموسيقى، لان الموسيقى كنستعملوها كمحفز رينفورساتور، او كلمه نقولوا بالانجليزيه رينفورسين او رينفورساتور او المحفز، يعني كنستمدوا تحفيز الاطفال على واحد النمط من السلوكيات اللي كتكون عندهم سلوكات يعني غير مستحبه، كنحاولوا نضبطوها بالموسيقى، يعني كنستعملوا الموسيقى كمحفز. بالاضافه اننا كنستعملوا واحد عده يعني مناهج تربويه اللي كتعتمد على لابيا لابليكاسيون دانيز دي كومبورتمون، او بيان بالانجليزيه تتقال ابليت بيهيفير اناليست، وبالعربيه تنقولوا التحليل السلوكي الممنهج. هاد لابيا كيمكننا نشتغلوا بها كذلك بالموسيقى، لان يعني الموسيقى كذلك في العلاج بالموسيقى عندنا واحد تولز او واحد الضوابط اللي كنشتغلوا بها، اللي تنشتغلوا على خلايا الدماغ او اشارات الدماغ اللي كنحاولوا ندير لها لادابتاسيون. وفي هذا الصدد يمكننا نشتغلوا على لا كادونس دو كور او لا يعني التوازن الحسي الحركي، اللي تلقاو مجموعه ديال الاطفال اطفال التوحد او لا اطفال اللي عندهم يعني شلل رباعي اللي عندهم خلل في هاد الاشارات. كثير من الناس يقولوا ان التوحد يعني مرض نفسي، التوحد واحد المرض اللي كيجي من يعني فقط يعني من التغذيه ملي كيكون الجنين في البطن الام، او تيقولوا مثلا انه كيجي من كثره انه استعمال الهواتف الذكيه. بالعكس، التوحد هو واحد المرض اللي هو مرض عضوي، لانه تيكون عندنا واحد الخلل في واحد الاجهزه الدماغيه ولي زورغان اللي عندهم في المخ، اللي ما تيكونوش يؤدي الوظيفه ديالهم يعني بواحد انتظام كما انسان طبيعي عادي اللي ما عندوش يعني مرض توحد. ولهذا حنا كنحاولوا نحفزوا هذه الاشارات اللي كينبثقوا من المخ. بيان سور الانسان كيبغي يدير شي حركه او تيبغي يتكلم او كيبغي يعبر على شي فكره، تيكون واحد الاشارات من المخ اللي كينبثقوا كيتحولوا لنا اما الحركه اما الكلام اما يعني الفكره كيحاول يعبر عليها الانسان، وتيكون هذا الخلل في هذه الاشارات، يعني واحد البطء جد يعني كبير او لا تيكون شبه منعدم بالنسبه للناس اللي عندهم يعني واحد توحد حاد، او اللي تيكون عندهم حركه اللي هي بالنسبه للي عندهم اعاقه جسديه عندهم شلل رباعي او هذا، تيكون عندهم يعني حركات اللي جد بطيئه اللي تيمكن ان هاد الخلايا يكونوا يعني جد منعدمين، يعني تيصعب اننا ندير لهم يعني لادابتاسيون ولكن ماشي مستحيل.
كيفاش نديروا هذا الشيء هذا؟ تيمكننا نشتغلوا على هذيك الاشارات بالريتم او كنقولوا حنا ريتميك او لا بالايقاع، واحد الايقاع معين. مثلا اي واحد تجي تقول له مثلا غادي دير لي 3 فخاب، مثلا هكا 3 فخاب 1 2 3 وغادي دير سيلونس ديال 2 سكوند، ابري كي تقول له دير 2 فخاب مثلا بحال هكا 1 2 3 1 2 لايك ذيس بحال هكا. هكا حنا كيمكننا نفهموا ان ديك الوليد الا درنا مثلا 1 فخاب ولا 2 فخاب ولا 3 فخاب فلوتون، تنفهموا انه عنده شويه ديال لا كادونس دو كور، ولا قدر يدير ديك 2 فخاب 3 فخاب فلوتون وابخي سكد هذيك لي سيلونس قدر يضبطهم، يعني ما 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 في هذيك الصمت قدر يضبط انا ديك الصمت جوج ديال الثواني وابخي درنا 2 فخاب، يعني اننا تنفهموا انه عنده لا كادونس دو كور. غير يمكننا نزيدو نشتغلوا عليه اكثر فاكثر، وتتكون ان شاء الله النتيجه يعني اللي كتكون النتيجه مبهره. بالنسبه للوليدات اللي عندهم بطء او خلل في هذه الخلايا، يعني نديروا هذا التيست ديال ريتميك، تلقاو عنده انه ما يقدرش يدير منا مثلا دو فخاب ولا 3 فخاب في لو تون فور، يعني في توازن في الايقاع، تعرفوا انه عنده خلل في هذا في هذا في هذه الاشارات، وتمشيو معاه بواحد الوتيره بطيئه جدا حتى نقدر نبطو معاه فخاب وحده من بعد جوج فخاب من بعد ثلاث فخاب من بعد عاد نقدروا ندخلوا له لي سيلونس افيك لي فخاب، باش نتاكدوا ان ديك الوليد تيقدر يميتريزي لا فخاب مقاده وتيقدر يتحكم انه حبس وزاد في لو تون فور، يعني ما تيغلطش، يعني كنت نديروا الضبط ديال ديك الاشارات ديال الدماغ. بعد ما نتلقاو ان وليد عنده اليد اليمنى ديالو كدير حركات نورمال واليد اليسرى فيها خلل، يعني كنلقاو ان اليد اليسرى كنفهموا ان اليد اليسرى عندها خلل، الجهه اليسرى عندها خلل في الاشارات، كنحاولوا نشتغلوا على اليد اليسرى حتى كتولي اون باراليل مع اليد اليمنى، يعني نفس كيشتغلوا بنفس الوتيره، وعاد تقدروا نشتغلوا عليهم بجوج في دقه واحده. من جهه اخرى كاين الناس اللي كنتسماو الوليدات اللي هما ما تيتكلموش، عندهم صوت مي نون فيربال ما تيتكلموش، تيقدروا ينطقوا بحروف او بكلمات. هادو كنشتغلوا لهم على الفوكاليز على مخارج الحروف، يعني كنحاولوا ما امكن في البدايه كنشتغلوا لهم على مخارج الحروف بواحد الطريقه اللي هي عن طريق الغناء او عن طريق الموسيقى. مخارج الحروف من بعد كنحاولوا ديك الحروف كنربطوهم بكلمات، يعني تخدموا على لي فويال لي كونسون، يعني الصواميت والحركات، ومن بعد عاد نقدروا نشتغلوا على يعني الحوار او التواصل، كيفاش نحولوا ديك الكلمات للتواصل ان يقدروا يتواصلوا معنا. مي في البدايه كنحاولوا نخرجوا منهم حروف ومن بعد كلمات، كيكون واحد الصعوبه يعني ماشي بواحد السهوله، ان وليد يكون رافض، يعني علاش يكون هو رافض؟ لان شي حاجه جديده عليه وكتضغط عليه، لان ما تيكونش الاناليز بالنسبه ليه ماشي بحالينا. مي هما تيميموريزيو مزيان، وحاجه اللي كتسجل عندهم الحمد لله يعني كتبقى دائمه. هذه من جهه ديال سميتو. ابخي تنقدروا نخدموا على سكولير، هذا الجانب اللي هو مهم بزاف بالنسبه للناس اللي عندهم اطفال توحد، و تيهضروا تيقدروا يكتبوا تيقدروا يقراوا وي عندهم مشكل، لان كنفهموا ان اطفال التوحد عندهم كل مشكل في الاناليز في التحليل. كاين واحد الطريقه اللي تنشتغلوا بها في سكولير واللي الحمد لله حققت واحد النتائج مبهره جدا. مؤخرا كنت في واحد المركز سميتو مركز سالنت في دبي، هذا هو اكبر مركز في يعني في الشرق الاوسط اللي حايز على واحد الجوائز ديال الايزو يعني كثيره ما شاء الله عليهم، كيشتغلوا بواحد النظام اللي هو ذكي مع جميع الحالات، هو مختص في التوحد، ويعني مي اطفال التوحد كاين كاتيجوري اللي كتلقى التوحد اللي هو خفيف اللي جاي، كاين التوحد اللي هو شويه كيكون قوي، كاين التوحد اللي هو حاد جدا، تيكون اختلاف، ولكن كلهم تيشتغلوا معاهم كل واحد بالفولدر ديالو، يعني بـ 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 بالبرنامج العلاجي ديالو. كاين البي سي بي اي اللي هما كيشتغلوا على هذه المسائل هذه، كيتعطى واحد البرنامج علاجي كل طفل، كي مثلا كل نهار تيكون عنده واحد 40 ولا 50 هدف خاصو يدار وتيدار. ابخي تيخدموا معاهم في سكولاريتي كيدوزوهم العلاج بالموسيقى. علاش يدوزوهم العلاج بالموسيقى؟ كمكمل العلاج ديال الجلسات كمكمل، لانهم تيكون واحد المتنفس لك اطفال، ولكن حنا الهدف الرئيسي ديالنا هو
العلاج، يعني تيكون هو كمتنفس ولكن بالنسبه لهم تيأكسبتوه لانهم تيقلدوا هذاك الاستاذ وكيعطيهم واحد الدروس عن طريق يعني غناء او عن طريق حركات بالالات او مثلا عن طريق اصوات، وتيكون يعني واحد النتائج مبهره، لان ذاك الطفل اللي تيبغي ديما يقلد الاستاذ ديالو، وهذاك التقليد تيكون سبب النجاح، لان بهذاك التقليد حنا كنحققوا الهدف اللي بغينا. في النهايه كنقدر نقول للناس اللي عندهم هاد الحالات الله يفرج علينا وعليهم والله يصبرهم، لان صراحه هذا المرض ماشي سهل، سواء كان علاج مرض توحد او شلل رباعي او تثلث صبغي، يعني الاعاقات كلهم ماشي سهلين. تنقول لهم يعني ياخذوا فكره على هذا النوع من العلاج اللي هو العلاج النفسي الفيزيائي بالموسيقى، ويبحثوا فيه. اللي بغى يتواصل معايا غادي نكون الكوردوني ديالي على القناه افاده ان شاء الله، ونقدر نفيد اي واحد محتاج يعني محتاج هذا النوع من العلاج مع الطفل ديالو. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنساوش تفعيل الجرس والضغط على زر ابوني باش يوصلكم كل جديد.